مرة ثانية أذهب إلى مفادة التلفزيون المصري من مدينة شرم الشيخ وفعاليات المنتدى منتدى شباب العالم ريهام الديب. ريهام برحب بك مرة ثانية، ويعني طالعين لآخر ما وصل إليه اليوم الأول في فعاليات المنتدى. أيوة يا دينا، ريهام يعني ضعيني في الصورة، لديك الآن وفعاليات اليوم الأول حتى اللحظة لمنتدى شباب العالم. أعرف أن اليوم سيستمر حتى المساء بفعاليات أخرى، لكن الصورة بشكل واضح ننتظرها منك الآن. بالفعل هبة، اليوم الحقيقة كان يعني بدأ كما تابعنا جميعا بالجلسة الافتتاحية التي أعلن فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة. طبعا بعد ذلك تلا يعني الجلسة الافتتاحية الجلسة الرئيسية اللي كانت بتحمل عنوان جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد لها. طبعا هذا العنوان الذي يحمل الكثير من المعاني الهامة جدا، والتي أوضحها السيد الرئيس في الكلمة المهمة التي تحدث فيها عن كيفية أنه كانت بالفعل جائحة كورونا كانت التحدي الأكبر أمام الإنسانية بأسرها، ثم تحدث عن مصر بشكل خاص وتحدث عن قطاعين، القطاع الصحي والقطاع الاقتصادي، وتحدث فيما يتعلق بالقطاع الصحي عن المبادرات المهمة التي قامت بها الدولة المصرية، وذلك في سبيل الحفاظ على صحة المواطن المصري. ربما كان من أبرز هذه المبادرات المبادرة الخاصة ب 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والتي حصلت على إشادة من منظمة الصحة العالمية. وذكر أنه لولا هذا النجاح الذي تحقق من خلال هذه المبادرات الخاصة بقطاع الصحة لكانت الإصابات أكثر بكثير في طبعا أو نتيجة لتداعيات كورونا، وبالتالي هذه المبادرات استطاعت أن تضع لبنة أساسية وجيدة جدا فيما يتعلق بصحة المواطن المصري والحفاظ عليهم. ثم بعد ذلك تحدث السيد الرئيس عن القطاع الاقتصادي، وذكر أن المشروعات القومية الوطنية العملاقة التي استطاعت أن توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين كانت بمثابة حائط الصد أمام تداعيات جائحة كورونا على الكثير من القطاعات والمجالات المختلفة مثل ما حدث في بقية دول العالم. اليوم إن شاء الله أيضا سيكون في المساء طبعا مسرح شباب العالم، هذا الحدث المهم جدا، هذه الفعالية الهامة التي كانت موجودة في النسخ الأولى والنسخة الثانية والنسخة الثالثة، اليوم أيضا ستكون هناك في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم مسرح شباب العالم بشكل جديد وبإبهار كما اعتدنا دائما من المنتدى، وتحديدا في مسرح شباب العالم. مثلما ذكرتي منذ قليل هبة، السلام، الإبداع، التنمية، هذه هي المحاور الأساسية التي دائما ما يدور حولها منتدى شباب العالم، ولكن في هذه النسخة الرابعة هناك اهتمام خاص بكل ما يتعلق بعالم ما بعد جائحة كورونا، فيما يتعلق بالتعليم، التكنولوجيا، التحول الرقمي، أيضا الرعاية الصحية ومستقبل الرعاية الصحية، كل ما يتعلق فيما بعد جائحة كورونا وكيف يمكن التعامل مع هذا التحدي الخطير. للحديث أكثر عن أهم ما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة المهمة، الجلسة الرئيسية التي تبعناها منذ قليل، ينضم إلينا دكتور معاذ شاهد أمين الشباب بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف والمدرس المساعد بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك بكل السلام. طبعا كلمة مهمة جدا زي ما ذكرنا الحقيقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها عن التحدي الأكبر اللي واجه الإنسانية، القطاع الصحي والقطاع الاقتصادي في مصر. قدرت الحقيقة مصر إن هي تحقق نجاح كبير جدا في مواجهة جائحة كورونا، في مواجهة هذا التحدي اللي واجه الإنسانية بشكل كامل. كيف تبعت هذه الكلمة المهمة للسيد الرئيس؟ بالفعل يا فندم، مصر حققت إنجاز غير عادي وغير مسبوق في مواجهة وجبهة جائحة كورونا، وأكبر دليل ودلل بكلام حضرتك اللي بيحصل النهاردة منتدى شباب العالم اللي بيضم شباب من مختلف الفئات ومختلف الطموحات والأفكار والتوجهات الفكرية والأيديولوجيات الثقافية المختلفة من ما يقرب من 696 دولة على مستوى العالم، النهاردة موجودين في حدث ضخم عشان نتعلم ويتقنوا
فن إدارة الاختلاف وفن الحوار، وفي ظل إجراءات احترازية على أعلى مستوى بتعكس مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق الإنجاز في مواجهة جائحة كورونا. لدي ما حضرتك شفتي في اجراءات احترازيه مشدده جدا فيما يخص جائحه او مواجهه جائحه كورونا في ظل العدد الكبير من مختلف الفئات العمريه للشباب. في روبوت لتعقيم القاعات، في روبوت لقياس درجات الحراره، في روبوت لتقديم الاطعمه والمشروبات، روبوت اخر لتقديم المعلومات والافكار فيما يخص اجنده المنتدى. النهارده اللي بيحصل على ارض مصر هو عظمه كبيره جدا. كلمه السيد الرئيس، انا بوجه شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا لتمكين ولينا كشباب واعطاء الفرصة لنا ان احنا نكون موجودين النهاردة في ظل هذا الحدث العظيم، وثانيا لان هو انقذ الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت. لو حبينا نتكلم على الوضع الاقتصادي، انا هاخد من كلام السيد الرئيس واكد واقول ان السيد الرئيس قال ان لولا الاصلاح الاقتصادي اللي قامت به الدولة المصرية ما كنا وصلنا للوضع اللي احنا فيه، وما كنا قدرنا ان احنا نواجه ونجابه جائحة كورونا. واصرار السيد الرئيس على الاصلاح الاقتصادي وعلى هيكلة الرؤية الاقتصادية المصرية اللي فرقت معانا كتير جدا، هي كان معيار مهم وعامل مهم جدا في إنقاذ الدولة المصرية واستطاعتها على مواجهة كورونا. ويمكن الكلام ده مش كلام نظري، ده كلام مدلل بأرقام وإحصاءات. لو بصينا لكل المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية الدولية أشارت أن الاقتصاد المصري لم يهتز كثيرا، بالعكس ده الاقتصاد المصري تطور ونمى خلال الفترة، وده كان محل استفهام وتساؤل كبير جدا لكافة المؤسسات اللي في العالم كله، إزاي في ظل جائحة كورونا الدولة المصرية تستطيع أن هي تواجه الجائحة وكمان تحقق أرقام اقتصادية يعني أشبه بالإعجاز. سيادة الرئيس أيضا في هذا الإطار تحدث على أنه يعني أرقام بتوضح مدى النمو اللي بيحدث أو معدلات النمو اللي في ارتفاع بشكل متواصل أيضا دكتور، وتحدث الحقيقة على أنه يعني هذه المشروعات اللي بتقدر أنها توفر فرص عمل كثيرة جدا بالنسبة للمصريين، هذه المشروعات القومية. وأيضا الحقيقة يعني السيد الرئيس تحدث الحقيقة على أنه هناك الكثير من القطاعات التي تم إغلاقها بالكامل في العالم، ولكن في مصر مع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية تم السيطرة بشكل كامل على التأثيرات والتداعيات الخاصة بفيروس كورونا. إلى أي مدى تجد أن اتباع هذه الاستراتيجية من قبل الدولة المصرية، أن يكون هناك اتجاه للاحتياطات الاحترازية بشكل كبير جدا مع عدم الإغلاق الكامل؟ بالعكس يعني هذه المشروعات تم استكمالها بشكل كبير جدا، وفرت فرص عمل كثيرة جدا، واستطاعت أن هي تحقق معدلات تنمية كبيرة للغاية. الحقيقة يا فندم هناك طفرة كبيرة جدا في المشروعات القومية اللي بتحصل في الدولة المصرية. يمكن دايما الناس بتسأل والشباب الصغير يقول لك طب أنا عايز أشتغل، أنا ما عنديش فرصة عمل. هو مش فاهم إن أنا لما أبني بنية تحتية قوية وأسس مشروعات قومية، المشروعات القومية بيعكس مداها، مداها بيكون على المدى البعيد شوية، ولكن هو المكسب الأول هيروح للشباب فيما يخص فرص العمل. يمكن لاحظنا من كام يوم كان في دراسة وأرقام منزلها مجلس الوزراء فيما يخص الاكتفاء الذاتي. لأول مرة مصر بتحقق اكتفاء ذاتي غير عادي من المنتجات الأساسية ومنتجات الخضار والفاكهة فيما يخص المواد الأساسية اللي بيعتمد عليها الشعب المصري، ده في حد ذاته طفرة كبيرة جدا. وفيما يخص فرص العمل، المشروعات القومية وفتح وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص إن هو يبني ويبدأ يشتغل على الأرض، ده ما كانش موجود قبل كده، لأن ده في النهاية هينعكس على تحقيق وتوفير فرص عمل كبيرة جدا للشباب. وده بالفعل احنا لو بصينا لمعدلات التضخم اللي هي انخفضت بشكل كبير جدا، معدلات البطالة أيضا انخفضت بشكل كبير جدا، كل هذه الأمور في ظل جائحة كورونا هي تعكس مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق ما يسمى بالإعجاز من وجهة نظري كشاب مصري. بشكرك دكتور معاذ الشاهد أمين الشباب بحزب مستقبل وطن محافظة بني سويف، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وطبعا مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة لكل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. طبعا هناك الكثير من يعني النقاط المهمة جدا اللي بتعبر عن الجهود اللي بتقوم بها الدولة المصرية، فهناك مكان خاص بمبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة التي استطاعت أن تحقق نجاح كبير وذلك في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. وأيضا هناك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمثل في رعايته لمعرض تراثنا أيضا موجود هنا في منتدى شباب العالم لكي يعبر عن مدى الدعم للشباب وأيضا للمرأة في الحفاظ على كل الحرف اليدوية والتراث المصري الأصيل. أعود إليك مرة أخرى هبة. نعم،
أشكرك ريهام أديب مفادة التلفزيون المصري إلى فعاليات منتدى شباب العالم. هو بكل المقاييس دعاية للصورة المصرية على كافة المستويات، سواء على المستوى الاقتصادي الاجتماعي ومبادرات رئاسية بحياة كريمة، أو حتى في تنشيط الحرف التراثية والتعريف بالثقافة المصرية.